بعت لهذه السيدة والأطراف الوسيطة جميعا، بقول لهم بعد إذنكم أنا محتاج فلوس علشان أعمل الثانوية التانية بتاعت أخويا. فكان الرد أنت تولع أنت وأخوك، يعني واحد ميت شاب ربنا يعني افتكره بفيروس كورونا، ولما اطلب ان انا يعني عايز بس، ما قلتش عايز حقي كله، انا عايز بس جزء من حقي لغايه لما نقعد ونتحاسب يعني. فكان الرد تولع انت واخوك، ده اول موقف. الرد ده وقع عليك ازاي؟ ناس كنت مأمن لهم، ناس يعني تشوفهم اصحاب دين، وقع عليك ازاي؟ انا صدمت يعني. انا الرد دوت انا وقع عليا ان انا دخلت المستشفى بجرح صدريه، وبجد يعني انا ما كنتش اتوقع اصلا ان الناس دي تعمل كده، وما كنتش مديهم الامان، حتى مش مديهم يعني. كنت بعتبرهم اخواتي، كنت معتبرهم ان هم اخواتي، وان انا اكلت عيش وملح في بيتهم، وان هم اخواتي الكبار، وربنا عوضني مكان اخواتي الله يرحمهم. بس للاسف يعني كل دوت كان غير صحيح.